FM. الكلمة ليك. ليديتو. صباح الخير. في باب قشتيل الديمقراطي، هذا باب كبير حليناه اليوم باش ناخذوا موقف بعد الناس كل ماخذين مواقف من المظاهر السب والشتم وتطيح القدر والتقشتيل على كل الوان اللي ولا المقرص والمعجون في حياتنا اليومية اللي ما زالت تتسمى الحياة السياسية. تفكرنا في سيد أحمد بن صالح وزير الاشتراكات الدستورية كالعام اللي جاءوا البوليسية لدار وسلسلوه قدام مرته المسكينة اللي صاحت قالت له لو كان جيت نعرف السياسة هكا عمري ما كنت نخليك تدخل لها. قال سيد أحمد معروف بضماره، قالها ما سياسة، السياسة تجيب السياسة، ما هذا تكسير خلايق. هات نشوفوا فيلم الوقائع والأحداث والفيديوهات على فيسبوك هالأيامات، ونبدأ بالخارج شوية ما نستعينه نستنيره. الرئيس الفرنساوي فرانسوا هولاند داخل يدشن في صالون الفلاحة في باريس، وهو أكبر معرض فلاحي في العالم، آلاف البقر والمعيز والغنم والجبونات وغيرها، ويا أخويا وداروا بيه مربي البقر ومنتجي الحليب، وبداوا يلي بيك يلي عليك، يا فاعل يا تارك يا مهبط يا قليل الحياة يا فاشل يا كذاب، حاشاكم ويلي خليتوا أوروبا كلها تجوع فينا وتفلس فينا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بكل برود الدم واقف فرانسوا هولاند قال هذه أصوات مأساة الفلاحين الفرنسيين، وسنسعى مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف حدة الأزمة متاع اللحم ومتاع الحليب إلى آخره. ببساط الريحة متاع فريد لاترش نطيروا الفقس ونطل على مستشفى الحبيب بورقيبة، ودخلت مناضلي وإطارات النقابة المحترمين لمكتب مدير السبيطار في غيابه، وطاحوا على المهندس سعيد العايدي وزير الصحة وهو من بوليتكنيك فرنسا شهيرة، وما أدراك يا فاشل يا براني يلي كنت تلم في الفلوس في الخارج، يلي جيت للوزارة وزارة الصحة باش تدمرها، ديجاج يا عميل يا كذا يا كذا يا كذا، على خاطر قال عمري ما ريت رشوة وعمري ما ريت فساد قد الفساد اللي شفناه في مستشفى الحبيب بورقيبة، ولذلك سمينا طبيب عسكري مدير للمستشفى باش يرجع النظام ويرجع احترام المرضى خاصة واحترام الأطباء. الشعب لا يخاف وثورة حتى النصر، وهذا إطار نقابي منتخب ويحظى بثقة القيادة والقاعدة، وتضرب له على الطيارة ويتم بساط الريح بين القصبة أمام مقر الحكومة، وإحنا في حالة طواري والاقتصاد واقف وليبيا بركان هايج ماج، والشعب يدو على قلبه خايف على مستقبل أولاده وبلاده، وجاية جموع نقابات الأمن بالمئات والألوف تطالب بمئات مطل منها الكرامة والشهريات وظروف العمل ووقف التتبعات العدلية وتسهيل القروض، وهات ما نشعلوش احنا الفتيلة ولا الفتيلة، ونوضحوا اللي على هالألوف بعض العشرات، وأعيد بعض العشرات، دهموا مهرولين صائحين منرفزين حتى الأبواب قصر الحكومة اللي دوروا بها منذ مدة قليلة سياج من حديد. أزن شوية من حيط الكرذونة والبربلي اللي كان موجود وكان مشوم ياسر، وبدأوا بديجاج لرئيس الحكومة ويلي بيكم يلي عليكم، ونساوا اللي قاعدين يسبوا في ود الوزارة راهو، لأنهم ناقصين تكوين، ما يعرفوش سي الحبيب الصيد كان رئيس ديوان وزير الداخلية كالعام، وكان وزير داخلية في حكومة سلباجي عام الثورة المباركة، وكاد أن يعين وزير داخلية من جديد قبل سي نجم الغسل قبل تعيينه على رأس الحكومة. ما هو العاقل ما يحكمش قبل ما يستخبر ويفهم، العاقل ما يقفش في مظاهر الطيش والتسيب، لكن يجرب يعرف الأسباب، على خاطر مو سهل أن أنت موظف دخلت لسجل سلك الأمن وعانيت ما عانيت في عهد الاستبداد وكليت ما كلت طبل نهار العيد بعد الثورة، ما نسينا يا بوليس يا عميل يا ماريونات يلي بيك، وقعد كعسكر زواوة مقدم في الجبهية مؤخر في الراتب، ونقباته اللي نعرفوها من كبيرها لصغيرها ما زلت تتكون، ما عندهاش تجربة، وساعة ساعة يلعبوا بها بعض المغامرين ولا الفروخ المتهورين، لكن أغلبها تعرف أن المهمة صعيبة في ظروف أصعب وأصعب، خاصة وأن أغلب المسؤولين في الدولة يعرفوا الملف توا سنين. رئيس الدولة خدم في الداخلية أكثر من 10 سنين وفي أصعب الظروف،
ورجع للحكومة في سنة الثورة وشاف درجة التردي اللي وصلت حالة الأمن الوطني مع سراجح مثلا سيناه وغيره، بعد ما طردوا أهانوا أعلى إطارات الأمن الوطني بدعوى محاربة الاستبداد، وأطلقوا في الأثناء بفضل العفو التشريع العام أخطر العناصر الإجرامية والإرهابية باش يمشي ويعملوا الرياضة في الشعام كما قالوا. تتفكر ولا نسينا واللي فات مات؟ اليوم نحطوا البسكولة من جديد ونفتحوا حوار مسؤول مع النقابات الأمنية ونطلبوا منها تتحكم في أعضاها وتنظم مظاهراتها بكل جدية، ونتفقدوا أوضاع الأمن في كل المراكز بداية بالله. والله كالنهار متعدي في الليل من مركز الستيام نهج ابن خلدون بيدونفيل على حاله 200 متر على الوزارة في شارع بورقيبة، وتقف قدامه وتطلع في الدروج الطايحة والحيوط الكحلة المندية، وتزور البيروات اللي تخدم فيهم إطارة الأمن، وتشوف في أي وضع يخدموا الأمنيين في شارع بورقيبة. هاو الغضب منين جاي اللي يركب النقرس وقتها؟ وبعد حلان هالمشاكل على مراحل يمكننا جميعا أن نطالب النقابات الأمنية أنها تتلهى بالملفات الاجتماعية والشخصية، وأن تولي قوة الأمن كل جهدها وجهادها اليومي لأمننا ليلا ونهارا حفاظا على أرواحنا وعلى أرزاقنا. والفهم يفهم من غمزة، وعاش البلد الأمين، وتبقوا على خير. ليديتو كاب أف إم الكلمة ليك.